النهاردة هنعمل بقى البيتي فور، الدلع كله، اللعب والتشكيل والحركات. البيتي فور وصفة جميلة جدا من وصفات العيد، الواحد بيبقى مبسوط كده وهو بيعملها، لأنه بيقعد يلعب بقى، يشكل ويلون ويلزق ويعمل حركات وحاجات. النهاردة هنعمله بأشكال حلوة ولطيفة خالص خالص، بمكونات بسيطة خالص. هديكي أفكار كتير تقدري تاخدي منها فكرة أو اتنين تعمليهم، كلهم بجد كلهم تحفة، كلهم جميلة جدا جدا، إن شاء الله هتعجبكم. والطريقة بسيطة ومقادير مظبوطة وطعمه جميل جدا وهش وبيدوب وحاجة كده تحفة. يلا تابعوا الفيديو للنهاية علشان تشوفوا الطريقة، واوعوا تنسوني من اللايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي كومنتات كتير زيكم، انا بحبكم. يلا بينا نشوف المقادير علشان نعمل احلى بيتي فور للعيد. نقول بقى بسم الله. اول حاجه مقاديري بسيطه خالص خالص، 450 جرام من الزبده. 450 جرام من الزبده يعني حوالي كوبايتين، كوبايتين بالظبط. الزبده بدرجه حراره التلاجة، مش بدرجه حراره الغرفه، يعني الزبده خارجه من التلاجة. احنا الجو اليومين دول حر، فما تسيبيهاش بره. هستخدم 500 جرام من الدقيق، يعني 4 كوبايات من الدقيق. هستخدم 130 جرام من السكر البودرة، يعني كوباية من السكر البودرة. ولما بقول كوباية أقصد الكوباية المعيارية أو المج بتاع الشاي. عندي 4 صفار بيض، والناس بقى اللي بتحبه بالبياض، أنا بحبه بالصفار، بيبقى هش وطعمه كده مزبط وحلو قوي. الناس اللي عايزه تعمله بالبياض تقدر تستبدل كل 2 صفار ببيضه، كل 2 صفار ببيضه، يعني بدل 4 صفار بيض 2 بيض. وطبعا الفانيليا ورشه الملح الضروريه جدا لاي دقيق بنستخدمه هنحطه. كده احنا جهزنا كل حاجاتنا، نبدا بقى في الطريقه. طبعا احنا اتفقنا ان الزبده زبده نيوزيلندي، انا بحب استخدمها في كل حاجه. عندك زبده بلدي اللي هي البقري مفيش مشكله، المهم تكون خاليه من الملح. عندك فرن، عندك جنة، عندك أي نوع زبدة، بس تكون خالية من الملح، زبدة حلويات. هتضربيها بقى كده بالمضرب، تنعميها لأنها خارجة من التلاجة. نعمة معايا الزبدة، ومهمة قوي قوي إن احنا بننعم البيتي فور، البسكويت، السابليه، الحاجات دي كلها لازم ننعم الزبدة كويس، وبعدين ننزل بالسكر البودرة. تقريبا التكنيك واحد، يعني كل التعليمات والحاجات اللي في البيتي فور هي اللي في السابليه، هي اللي في البسكويت. هنضرب بقى السكر مع الزبده كويس قوي لحد ما يهيشوا مع بعض كده، واللون يفتح ويبقى كريمي زي ما احنا تعودنا. احنا شفنا الكلام ده في السابليه، وشفنا الكلام ده في بسكويت الزبده، شايفين هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له. دلوقتي بقى اقدر ازود البيض. انا هنا مستخدمه 0 بيض، فعادي جدا، احنا تعودنا في السابلي وفي البسكويت ننزل بالبيض واحدة واحدة، لا احنا هنا مستخدمين 0 بيض، فمش مشكلة خالص. هننزل بالصفار واحدة واحدة او مرة واحدة. انا هنا نزلت بيه واحدة واحدة. هنضرب كده زي ما انتوا شايفين، هنضرب الصفار مع الخليط لحد بس ما الصفار يختفي، مش بنبالغ في الضرب ولا حاجة. احنا اهم حاجه ان نبالغ في الضرب فيها هي السكر مع الزبده. دلوقتي بس احنا بنخلط المكونات، ما تتنزليش عن اي كميه من البيض، اضربيه كله ضربتين كده لحد ما المكونات تمتزج، وخلاص كده بقى جاهز معايا. اقدر بقى دلوقتي انزل بالدقيق، وزي ما احنا متعودين برضو في الوصفات اللي زي كده، السابليه والبيتي فور والبسكويت، لما بننزل بالدقيق ننزل ونضرب ضربتين بس بالمضرب عشان يمتزجوا مع بعض، وبعد كده نبدأ بالسباتولا او بالمعلقة، معلقة خشب، معلقة عادية، او بايدك حتى تقلبي كده الدقيق بالزبدة وتقلبيهم ويمتزجوا مع بعض، وخلاص ما تقلبيش كتير علشان القوام ما ينشفش معايا. انا قسمت بقى الخليط لجزئين، سوري قسمته لتلاتة. جزء هعمله بالكاكاو، حطيت عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ولازم زي ما قلت لكم احنا بننزل بالكاكاو على خليط الزبدة لازم ننخله كويس قوي. نزلت بمعلقة كبيرة وقلبت، لو ما لقيتوش اديكي اللون اللي انت عايزاه ممكن تزودي الكاكاو شوية يوصل لمعلقتين. الجزء التاني هعمله بقى اللون الاحمر المخملي
اللون الاحمر الجميل ده، هحط معلقة صغيرة من الكاكاو برضو هنخلها، وهزود بقى لون احمر جل. انا بحب استخدم الجل، لو عندك البودرة مفيش مشكلة، خدي بخلة كده البودرة حبة حبة، لان البودرة بتلون اسرع من الجل وبيبقى لونها اغمق من الالوان الجل، فخدي بالك لو بتحطي بودرة حطي بخلة. انا حطيت نقطتين نقطتين كده لحد ما وصلت للون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى هقولك احنا هنستخدم ايه في تشكيل البيتي فور. طبعا احنا اتفقنا اي عجينة بسكويت سابليه بيتي فور بنحطه في التلاجة بعد ما بنشتغل، يعني انا بعد ما اشتغلت وجهزت التلات الوان حطيتهم في التلاجة نص ساعة ترتاح، لازم الجو حر ولازم يرتاح. اول حاجة دي التيب بقى اللي احنا ممكن نستخدمها، ممكن نستخدم بتاعت بلح الشام، ممكن نستخدم بتاعت البسكويت المشت، ممكن نستخدم الوردة بتاعت الكريم شانتي شايفين، وهنستخدم طبعا كيس حلواني في بسكويت الزبدة. وريتكم أكياس حلواني اللي ممكن نستخدمها، ممكن نستخدم الأكياس اللي هي وان يوز، أو نستخدم القماش، أو نستخدم أي نوع، أو السيليكون زي ما انتوا شايفين. في الكيس السيليكون ده موجود عند ناس كتير وما بيعرفوش يركبوه، أنا هنا هقولك بس تركبيه ازاي. بيبقى الجزء ده هتدخليه كده جوه الكيس وتدخليه كده للنهاية، وتحطي بقى التيب أو البلبلة كده لجوه وتقفلي، يبقى كده لوك شايفين اتقفلت كده. والكيس اللي على فكره السيليكون ده حلو جدا وممكن تستخدميه لو عندك، هتشكلي بيه برضو البيتي فور هيبقى حلو قوي. دي بقى مكنه البسكوت والبيتي فور موجوده في محلات مستلزمات الحلويات، دي سعرها تقريبا من 75 او 80 ل 100 جنيه حسب بقى كل مكان بيبيعه بسعر ايه عفوا. دي بقى الاشكال اللي انا بحب استخدمها، هي بمعها اشكال كتير قوي، وكمان على العلبه مكتوب كل شكل بيدي ايه. انا دي الاشكال اللي انا بحب استخدمها، طلعتها كده على جنب علشان هي دي اللي هستخدمها. وهنا بقى بوريك ازاي تقفلي المكنه وتستخدميها شايفين، هتحطي بقى الشكل اللي انت عايزاه هنا اهوت وتقفلي عليها. طبعا هتكوني حطيتي العجينه جوه وتقفلي العمود، ده هو ده اللي انتي بتظبطيه، لازم تظبطي المشت بتاع العمود ده مع الايد بتاعته، يبقى المشت مواجه للايد علشان وانتي بتضغطي ضغطه يبقى المشت ينزل الضغطه، فهماني؟ هي درجات. هنا بقى هبدا اشكل البيتي فور، بحضر صاج مش مدهون اي حاجه خالص، اتفقنا في السابلي والبسكويت وكمان البيتي فور الصاج مش مدهون اي حاجه، العجينه مليانه زبده مش محتاج ندهن اي حاجه، المهم الصاج يبقى نظيف وناشف. هنا شكلت كده بالتب بتاعه الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين، هعمل وردات كده اللي ما يعجبكيش شيليه وشكلي من الاول تاني. هنا استخدمت المكنه زي ما بقولك انت اللي بتتحكمي في المكنه، ضغطه واحده بسيطه بتطلع لك الحجم اللي انت عايزاه، ضغطه واحده بسيطه بتطلع لك حجم صغير، لو ضغطتي جامد بيطلع لك الحجم كبير شايفين، ضغطه واحده بسيطه. انا بحب الشكل ده اللي هو شكل القلب، ضغطه واحده بسيطه اهي شايفين، هنعمل الاشكال كلها. وزي ما اتفقنا في البسكويت او في البيتي فور او في السابليه الصاج اللي نخلصه ونشكله ندخله التلاجة 10 دقايق قبل ما نسويه، ده ضمان علشان يفضل محتفظ بشكله وما يفرش في الفرن، اللي احنا بندخله التلاجة علشان ما يفرش في الفرن والشكل اللي احنا عملناه ما يبص. ده الشكل بقى التب او البلبلة بتاعت بلح الشام، دي بتطلع لي الوردة دي، الوردة دي حلوة قوي شكلها جميل جدا جدا، وعلى فكرة انا عملت الفانيليا كلها بالشكل ده حلوة قوي شايفين. انا بضغط ضغطة بسيطة قوي على الكيس بتاع الحلواني، مش محتاجين نضغط ونعمل مجهود لان اصلا العجينة طرية خالص وبتتشكل بسرعة جدا. هنا بقى عملت الشكل ده، عامل كده زي ورقة الشجر، حلو برضو. انتي ممكن بقى تجربي، يعني تجربي تعملي كل شويه تجربي واللي يعجبك تثبتي عليه مفيش مشكله خالص، وكل ما تشتغلي في العجينه العجينه الباقيه تاخدي جزء والجزء اللي باقي تحطيه في الثلاجه، العجينه موجوده في الثلاجه طول ما انتي مش شغاله فيها. انا بحاول اكد على المعلومه دي كويس جدا علشان هو ده
سبب من اسباب النجاح بتاع البيتي فور والبسكويت والسابليه. لازم العجينه تكون في التلاجة، نشكل ونحط في التلاجة قبل ما تدخل الفرن. التسويه بقى بتاعه البيتي فور، البيتي فور بيتسوى على درجه حراره 180 على اعلى رف، 180 على اعلى رف، مش عايزين درجه الحراره تبقى عاليه، الفرن هيبقى سخن قبل ما ندخل الصاج او قبل ما ندخل الصينيه. درجة الحرارة 180 هنحطه على أعلى رف، بياخد تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة. خدي بالك علشان ما يتحرقش منك، الفرن بيبقى سخن، درجة حرارة 180 تحطيه في أعلى رف، بياخد من 10 دقايق لربع ساعة، بياخد لون حلو من تحت، وبتطلعي الصاج يبرد خالص وتبدأي ان انت تنقليه. يعني بعد ما يبرد خالص وهو في الصاج بتبدأ ان انت تنقليه، وهنبدأ بقى نلعب ونزوق الحاجات اللي احنا هنعملها ونعمل الاشكال الحلوة اللي انت شفتوها في اول الفيديو. انا بحب ألزق البيتي فور بالشوكولاتة. ممكن انت لو عندك المربى تكون مربى سبريد مش فيها قطع، اي نوع مربى، مربى مشمش او فراولة، تبدأ ان انت تلزقي بيها. انا بحب الشوكولاتة دي، شوكولاتة خام بالحليب وشوكولاتة بيضة، بسيحها في الميكرويف 30 ثانية في 30 ثانية لحد ما تسيح زي ما انتم شايفين، وبحط عليها بس معلقة من الزيت وبس، وببدأ بقى ألزق. شايفين ده شكل الأحمر، عملته لزقته بالشوكولاتة وغطسته في الشوكولاتة البيضة، حلو جدا والله، طعمه حلو قوي وشكل حلو قوي. طبعا انا حضرت بقى شويه سبرينكل، شويه فول سوداني مجروش، فستق مجروش، اي حاجه، شوكليت شيبس عندك، مكسرات، اي حاجه موجوده عندك. انا اديتك اختيارات كتير، مش لازم طبعا يبقى عندك كل الاختيارات دي، انا اديتك اختيارات واشكال علشان اللي موجود عندك اعمليه. شايفين هنا بقى حط نقطه بسيطه خالص في النص كده عشان الورده الحلوه دي، وحط عليها خرزه او سبرينكل كده على شكل قلب. شايفين شكلها كيوت ازاي وحلوه قوي ازاي، شكلها حلوه قوي بجد. انا بقى قعدت كده، جيبي كرسي كده واقعدي فنني بقى. هنا حطيت النقطه بالخله علشان بس يبقى شكلها حلو، حطيت خرزه كده لونها فضي حلو كده، سيلفر حلو قوي. وادي شكل الشجره، حطيت عليها قلب حلو كده. شايفين الشكل ده بقى تحفه، مقدرش اقول لكم حلو قد ايه. غطستها كده الحروف بتاعتها، غطستها في الشوكولاتة البيضة وسبرينكل لونه أبيض، وعملتها كده شكلها حلو قوي. شايفين وحط بقى في النص كده خرزة كده لونها فضي أو سيلفر أو بيضة. شايفين شكلها كان تحفة قوي، يعني فعلا تحفة. ودي الأشكال بقى اللي احنا عملناها كلها. بعد بقى ما تزينيها ممكن تدخليها التلاجة شوية عشان الشوكولاتة تمسك، لان احنا في حر، لو الدنيا برد انت كنت هتسيبيها جنبك كده، والدنيا برد هتلاقي الشوكولاتة مسكت وكل حاجة مسكت وبقت كويسة. انا دخلتها التلاجة شوية 10 دقايق علشان الشوكولاتة دي كلها تمسك والشكل يثبت وكل حاجة تبقى مظبوطة. شايفين بقى الاشكال اللي طلعت معايا دي، غطستها في الشوكولاتة وبعدين في السبرينكل ولزقتها برضو بشوكولاتة. تقدري تلزقي بمربى وتعملي الحاجات دي كلها بدل الشوكولاته بمربى، بس الشوكولاته حلوه في النهايه ما بتطريش البيتي فور، وطعمها بيبقى حلو في النهايه. وانا استخدمت كميه بسيطه خالص من الشوكولاته، يعني دي اقل من 200 جرام، يعني حوالي 100 جرام شوكولاته بيضه و100 جرام شوكولاته بالحليب. شايفين الجمال، حلو قوي قوي قوي. يلا جربوه على طريقتي، وانا متاكده بامر الله هتجربوه هيعجبكم جدا جدا. واللي جربه يكتب لي بقى كومنت حلو زيه، واللي ما جربوش وشاف الفيديو عجبه يكتب لي كومنت ويعمل لي لايك ويشير الفيديو لاصحابه واخواته وحبايبه، وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا بحبكم، يلا تابعوني علشان تشوفوا بقيه الوصفات، ان شاء الله اقدر اقدم لكم كل شويه وصفات جديده وجميله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.